بدي انتقل مباشرة إلى زميلي موفد الإخبارية السورية إلى أمام مجلس الشعب غدير غفر. اليوم بمناسبة هناك احتفال بمناسبة يوم قوى الأمن الداخلي. غدير حياك الله، تفضل نسمعك الصورة وصوت لك، تفضل. تحية لك عبدو، تحية لمشاهدي الإخبارية السورية في هذا اليوم المميز، عيد قوى الأمن الداخلي. كل عام وكل قوى الأمن الداخلي في سوريا بألف خير. عبدو، نحن الآن أمام البرلمان، أمام مجلس مبنى البرلمان في دمشق. في هذا اليوم عبدو، في 29 من أيار في عام 1945، كانت هناك ملحمة عظيمة لأبطال قوى الأمن الداخلي أمام هذا المبنى في التصدي لقوات الاحتلال الفرنسي الذين تصدوا بكل قوة وشراسة لهذا العدوان، حيث راح ضحية هذا العدوان 28 شهيد من حاميد البرلمان. ومنذ ذلك الوقت وتم اختيار هذا اليوم باعتباره يوما عظيما لقوى الأمن الداخلي، وأصبح عيد قوى الأمن الداخلي. اليوم هناك فرقة نحاسية تحيي هذه الذكرى أمام مجلس الشعب، وفعاليات رسمية وشعبية أيضا موجودة هنا للاحتفال بهذه الذكرى. والآن سنكون مع أحد الشخصيات الرسمية لنتعرف أكثر على هذه الفعالية وأهمية هذا اليوم. السلام عليكم. كل عام وأنتم بخير. نحكي عن هذه الفعالية اليوم، هذه الذكرى العظيمة وهي ذكرى عيد قوى الأمن الداخلي. سيادة القوى، تحتفل وزارة الداخلية برعاية السيد الرئيس بشار الأسد في الذكرى 72 لعيد قوى الأمن الداخلي. في مثل هذا اليوم من عام 1945 وقف أبطال من رجال قوى الأمن الداخلي في أروقة هذا البرلمان، ورفضوا أداء التحية للعلم المستعمر العلم الفرنسي. وها نحن نعيد هذه الوقفة الرافضة لأي وجود أجنبي على بلادنا، وتعيد قوى الأمن الداخلي تجسيد هذه القيم العظيمة للشهادة، لتؤكد دائما أننا ما زلنا نحمل هذا المشعل بأمانة، وأن أمن هذا الوطن سيبقى هو بوصلتنا، وسنبقى العين الساهرة التي تزود عن حمى هذا الوطن، والتي لن تتوانى أن تقدم الدم والروح من أجل أن يبقى هذا العلم خفاقا، وأن يبقى هذا الوطن عزيزا حرا. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير سيادة اللواء. وكلنا ثقة بأن قوى الأمن الداخلي كانت وستبقى العين الساهرة للوطن. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن عبدو، نعم غدير، مع السيد اللواء حدثنا عن فعاليات نائب وزير الداخلية، حدثنا عن فعاليات هذا اليوم وقيمة هذا اليوم بالنسبة لقوى الأمن الداخلي. للتذكير عبدو بأن هناك فعاليات عديدة ستكون اليوم في محافظة دمشق وعدد من المحافظات السورية في إحياء ذكرى هذا اليوم، يوم عيد القوى الأمن الداخلي. سنكون معكم وسنوافيكم بكل أجواء وفعاليات التي ستكون في ضمن محافظة دمشق. إليك عبدو. نعم زميلنا موفد الإخبارية السورية غدير غفر من أمام مجلس الشعب، شكرا جزيلا لك لهذه الرسالة، وإن شاء الله سنكون معك في رسائل قادمة.